السيدات والسادة، مساء الخير. السينما واحدة من أجمل فنون وإبداعات البشر، ومن أقوى عناصر القوى الناعمة للأمم. تستخدمها لنشر ثقافتها ولبث رسائلها للشعوب الأخرى. كانت السينما المصرية دائماً ومنذ نشأتها المبكرة سجلاً للتاريخ الاجتماعي للمصريين، حاضنة لثقافتهم وعاداتهم، حامية لهويتهم، ووسيلة مهمة في معارك التنوير ومواجهة التطرف وعوامل التخلف. عبرت السينما المصرية عن صعود الطبقة الوسطى بطموحها، وعن قوة الطبقات الشعبية بأخلاقياتها وأصالتها. وكانت في عصرها الذهبي ملتقى العائلة والأصدقاء، ومصدراً للمتعة الراقية ولإبداعات التجارب الفنية الخلاقة. في مصر والعالم يواجه فن السينما حالياً تحديات كبيرة في الأفكار وفي الموضوعات والتكنولوجيا، وأيضاً في التشريعات والقوانين وحدود الرقابة على المحتوى. التطور الهائل لصناعة السينما في العالم وانتشار سينما الديجيتال قليلة التكاليف وظهور المنصات العابرة للحدود طرح تساؤلات مهمة عن أحوال صناعة السينما في مصر. كيف تتعامل السينما مع التغير الكبير في نوعية الجمهور ومع التباين الشديد في الأذواق؟ كيف تتعامل مع احتياجات أجيال السوشيال ميديا والفيديو جيمز؟ ومع جمهور سينما الخيال العلمي، الخوارق والغيبيات، الرعب والعنف والكائنات الفضائية. هذا التغير الكبير يطرح الآن على صناع السينما تساؤلات حول المحتوى والتمويل، وحول دور الدولة في دعم السينما والسينمائيين، كما يطرح تساؤلات أخرى حول مسؤولية النقابات واتحادات السينمائيين وشركات الإنتاج ودورها في عودة السينما المصرية لسابق عهدها ومجدها. عن السينما، عن مستقبلها وتياراتها الجديدة في مصر والعالم، حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم.